هحكي لكم قصة طريفة حصلت سنة 1966 وقت تصوير فيلم جنوز. بعد تصوير المشاهد الداخلية وقف التصوير لمدة شهرين، وكان يوسف شعبان من أبطال الفيلم، فجال وقتها عرض من شركة صوت فن لبدور الثلاث أفلام، وطبعا دي فرصة ما ينفعش يرفضها، ومضى العقود وبدأ التصوير بالفعل. الطريف بقى يا صديقي إن منتج فيلم جنوز اللي كان اسمه حلم رفلة بعد يوسف شعبان وقال له تسافر الواحات عشان نكمل مشاهد فيلم كنوز الخارجية. طبعا كان هو في الوقت ده بيصور فيلم جديد، وكان المخرج حسن إمام رفض إن يوسف شعبان يسافر، خاصة إن هو بطل الفيلم، وقال بالنص على جثتي إن يوسف يسيب التصوير ولو لساعة واحدة. اتغاظ قوي حلم رفلة وكان رده غريب جدا، وهدد حسن الامام انه هيرمي مية نار على وش يوسف شعبان. الكلام وصل يوسف شعبان يسكت؟ لا طبعا، خد نفسه وراح على لوكيشن تصوير فيلم كنوز، وقابل المنتج حلمي رفلة، وكان حاطط في جيبه سكينة وكانت زهرة. ولما رفلة شاف السكينة قعد بقى ايه يهديه، وجاب له قهوة، وبعدين رمى السكينة يوسف شعبان وقعد يضحك وقال له بس سيبني كده كام يوم اظبط الدنيا واجي لك نكمل تصوير فيلم كنوز. منتج الفيلم كان حلمي رفلة، والمخرج كان نياز مصطفى. الغريب بقى ان حلمي رفلة كان مخرج شاطر جدا، لدرجة انه كان بيعمل 8 افلام في السنة، وفي منهم بقى لتأليف واخراج وانتاج، وفي غيرهم الانتاج بس. عايز اقول لك يا صديقي كمان ان رفلة كان مخرج فيلم المليونير اللي كان انتاج انور وجدي، المخرج الشاطر جدا برضو. ومن شطارة انور وجدي كمنتج شاف ان رفلة اصلح منه ان يخرج فيلم المليونير، ومن شطارة رفلة كمنتج برضه شاف ان نياز مصطفى اصلح منه انه يخرج فيلم كنوز. وده يأكد لك ان الناس دي كانوا بيفكروا يعملوا افلام تحقق ايرادات اعلى من انهم يفكروا في اسامي على التتر.